السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد وأخبار جديدة من أخبار النادي الأهلي والتي تدور داخل أروقة القلعة الحمراء. حالة من الغضب العالم تسيطر على إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وكذلك المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني بسبب الإصابة المزمنة لبيرسي تاو، الصفقة الجديدة الوافد إلى النادي الأهلي من نادي برايتون الإنجليزي والتي قد تدفع القلعة الحمراء لفسخ التعاقد مع اللاعب. أشارت بعض المصادر الإعلامية إلى أن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي قد قرر حقن بيرسي تاو بحقن بلازما منذ أيام على أن يحقن بها مرة أخرى خلال أيام قليلة قادمة من أجل تسريع مدة علاج اللاعب من إصابته الأخيرة في العضلة الضامة. وقالت تلك المصادر بأن بيرسي تاو يعاني من إصابة مزمنة، ورغم ذلك تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب لمدة 4 سنوات رغم ابتعاده عن مستواه الفني في الفترة الأخيرة. الأهلي قد تلقى تحذيرات قبل التعاقد مع اللاعب بسبب تلك الإصابة المزمنة. لذلك ووفقا لمصادر من داخل النادي الأهلي فإن الإدارة قد تفسخ عقد بيرسي تاو في حالة التأكد من أمر الإصابة المزمنة. كما أن هناك غضب كبير داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة موسيماني تجاه منتخب جنوب أفريقيا لأنهم أشركوا اللاعب بيرسي تاو وهم يعلمون أن إصابته يمكن أن تتجدد. أما وفي سياق آخر فيبدو أن علاقة النجم الدولي التونسي علي معلول بالنادي الأهلي في طريقها إلى النهاية بعد الاختلاف بين الطرفين في تفاصيل العقد الجديد بين اللاعب التونسي وإدارة القلعة الحمراء، حيث لم توافق إدارة النادي الأهلي برئاسة الخطيب على طلبات معلول المادية، ولكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد. فكشفت بعض التقارير الصحفية بأن الخطيب علم مؤخرا بتفاوض النجم الدولي التونسي مع المسؤولين في نادي زين الفرنسي خلال الفترة الماضية واتفق على تقاضي مبلغ 4 مليون يورو سنويا. أوضحت التقارير بأن معلول لم يتفاوض مع فريق الدحيل القطري خلال الآونة الأخيرة مثلما تردد قبل ذلك، بل إن العرض الوحيد الذي جعله يماطل في مفاوضاته مع القلعة الحمراء هو امتلاك عرض مغري مادي من الدوري الفرنسي. وأشارت التقارير بأن معلول يرغب في خوض تجربة الاحتراف قبل انتهاء مسيرته الكروية، خاصة وأنه لا يزال قادرا على العطاء ويمتلك الخبرة والإمكانيات اللازمة لفعل ذلك. أما النادي الأهلي من جانبه فينوي تدعيم مركز الظهير الأيسر تحسبا لعدم الوصول إلى اتفاق مع الدولي التونسي علي معلول بشأن تجديد التعاقد. فأشارت التقارير أن الخيار الأول لتدعيم مركز الظهير الأيسر بالنادي الأهلي سيكون اللاعب الشاب الموهوب كريم الدبيس مدافع فريق وادي دجلة، حيث كشفت التقارير بأن اللاعب يمتلك عروض أوروبية قوية خاصة من الدوري البلجيكي، إلا أنه يتمسك بارتداء الفانيلة الحمراء. كريم الدبيس لاعب يحلم بارتداء الفانيلة الحمراء واللعب للنادي الأهلي ويؤمن بحظوظه في الحصول على دقائق لعب حتى إذا بقي النجم التونسي علي معلول. كما أن المفاوضات بين الأهلي وإدارة وادي دجلة وصلت إلى مراحلها الجديدة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القادمة. في النهاية بشكركم مشاهدينا متابعينا، ما تنسوش دعمونا بلايك للفيديو والاشتراك معنا في القناة مع تفعيل رمز الجرس ليصلكم منا كل جديد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.